هنعمل النهاردة السوتلاج أو الرز بلبن بالطريقة التركية، نفس الرز بلبن بتاعنا العادي بنفس الخطوات وكل حاجة، لكن مكونات مختلفة شوية، فبيطلع طعمه أحلى وكريمي كده وأغنى أكتر، وكمان بندخله الفرن فبياخد طبقة من فوق وبيبقى طعمه حلو جدا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. عندي كوباية الا ربع من الرز المصري، ده رز مصري بتاعنا العادي، غسلته كذا مرة وشطفته كويس وصفيته، مش نقعاه ولا حاجة، انا بس غسلته لحد ما المية بتاعته بقت صافية خالص. هحط الرز في الحلة وهغطيه بحوالي 2.5 كوباية من المية، وهسيب الرز يغلي كده ياخد غلوة. اول لما يغلي ههدي عليه النار وهقلبه تقليبة واحدة واسيبه يستوي على نار هادية خالص. سألتوني الفيديو اللي فات احنا ليه بنسوي الرز في مية، ليه مش بتسوي الرز في الحليب على طول؟ الرز لما بنضيف عليه الحليب على طول اولا كده بيتجرمز، يعني بيطلع ناشف، الحباية بتبقى حباية الرز كده بيبقى فيها قرشة او قطمة. تاني حاجة اللبن لما بيتغلي كتير عشان عقبال ما يسوي الرز بيسمنن كده، بيعمل سمنة وبيبقى دسم اكتر، وكمان لونه بيغمق، فمش هيطلع معاكو كريمي ولونه فاتح زي بتاع المحلات. هنا خلاص تقريبا بعد نص ساعة الرز استوى زي ما انتوا شايفين، لما بضغط على حباية الرز بتبقى دايبة كده ومستوية خالص. هنزل عليهم بكيلو او بلتر من الحليب يكون كامل الدسم، وهسيب الحليب لحد ما ياخد غلوة برضه على نار متوسطة او اقل من المتوسط مع التقليب المستمر. لازم كل 5 دقايق كده نقلب علشان الرز ميمسكش في بعض، وكمان نضمن ان اللبن غالي كويس عشان يقعد معانا مدة اطول. هنا خلاص الحليب بدأ يغلي، هنبتدي بقى نحط الإضافات بتاعتنا. عندي علبة من اللبن المكثف، دي حوالي 390 395 جرام، تقدروا تستخدموا لبن مكثف معمول في البيت اللي هو البيتي، أو لو عندكم أي بديل اقتصادي، بس اللبن المكثف يعني أساسي في الوصفة دي لأن بيدي طعمه مختلف تماما، بيبقى رز بلبن طعمه كريمي وخطير بجد، طعمه حلو جدا. هو اصلا الحليب المكثف بيحلي اي حاجه، فانتوا تخيلوا كده طعمه مع رز بلبن هيبقى عامل ازاي. هقلب الحليب المكثف كويس واتاكد ان هو كده داب خالص، وهضيف كمان علبه من القشطه، نقدر نضيف وش اللبن لو موجود عندنا، او ممكن نجيب قشطه بلدي من عند اللبان برضو هتدي طعم خطير، لكن انا ما عنديش هنا غير القشطه المعلبه فحطيت علبه كامله. هحط كمان 1/2 كوباية من كريمه الحلويات اللي هي السايله، برضو لو مش موجوده ممكن نحط كيس كريم شانتيه هيدينا برضو نفس النتيجة. هحط كمان ذرة بسيطة خالص من الملح زي ما انتوا شايفين كده، يعني حاجة لا تذكر، بس هتعمل معادلة او توازن حلو علشان الحليب المكثف. هقلب الكلام ده كله مع بعض وهضمن ان كله كده اندمج مع بعض كويس، واخر حاجة رشة بسيطة خالص من الفانيليا، يعني كيس فانيليا واحد بس كده برضو هيدي نكهة وريحة حلو. اخر خطوة عشان ناخد قوام حلو، هنجيب 1/2 كوباية من المية، مية فاترة عادي من الحنفية، وهدوب فيها معلقة كبيرة من النشا، ودي مش هتخلي الرز بلبن يطلع متماسك او جامد، هو هيطلع برضو كريمي وطعمه حلو، بس يبقى قوامه مناسب ما يبقاش سايب زيادة عن اللزوم. هننزل بالنشا كده مع التقليب المستمر، واحنا بنقلب هنلاقي الرز على طول كده يعني عقد معانا ومسك حاجة بسيطة، خلاص كده هو جاهز، هنشيله على طول من على النار وهنبتدي بقى نغرفه في القوالب بتاعتنا. عندي دي قوالب ألمنيوم، هتلاقوها عند الناس اللي هي بتبيع الألمنيوم أو مستلزمات البلاستيك والحاجات دي، حلوة جدا بعمل فيها كل حاجة، فممكن نستخدمها أكتر من مرة، يعني بتتغسل وتستخدموها تاني، تنفع كده في الرز بلبن في أم علي الحاجات اللي بتدخل الفرن عموما، بتبقى عملية جدا خصوصا لو معندناش الأطباق أو الطواجن اللي بتدخل الفرن، وكمان بيطلع شكلها حلو لو عندنا مناسبة او لو عندنا ضيوف وعايزين نعمل كمية كبيرة. انا شايفين قوامه اصلا عامل ازاي، عايزة اقولكم ان فيه كمان ناس بتضيف عليه حبهان مطحون او مستكة، يعني برضو بيدي نكهة وريحة حلوة جدا، بس انا عارفة ان احنا يعني كمصريين مش واخدين قوي على الحاجات دي، فانا هكتفي بالحليب المكثف وعايزاكم تجربوه بالمقادير دي. هندخله الفرن على الرف اللي في النص، هشغل الفرن الاول من تحت لمدة 20 دقيقة عشان يعمل الطبقة اللي هي متشمعة من فوق دي، وبعد كده هشغل عليه الشواية من فوق لمدة 10 دقايق لحد ما يبقبق كده وياخد لون حلو، يعني حسب الفرن بتاعكم.
هنا خلاص زي ما انتوا شايفين اخد لون تحفة. طلعه بقى ونسيبه يهدى على جنب شوية. بيتقدم ازاي في المطاعم التركية؟ بيتقدم كده ساعات دافي وعليه سكوب ايس كريم وشوية صوص كده كتير، صوص كراميل ومكسرات، او ممكن عليه مكسرات بسيطة يعني حسب الرغبة. في ناس بتاكله دافي، في ناس بتاكله ساقع. انا هوريكم وهو دافي قوامه عامل ازاي، وهوريكم برضو لما ندخله التلاجة هيطلع عامل ازاي. ده شكله شايفين قد ايه كريمي وتحفة. طبعا ميكس الحليب المكثف مع القشطة مع اصلا الرز بلبن طعمه خطير من غير حاجة. وهنا شكله تاني يوم طلعته من التلاجة، شايفين الوش بتاعه كرمش مع بقى الطبقة اللي واخداها من الفرن دي، طعمه كان خطير بجد. حلوة قوي قوي، تجربة تحفة لازم تجربوها، خصوصا بقى الجريمة دي لما نحط كده عليه سكوب ايس كريم وصوص كراميل مكسرات كتير زي ما بتقدم في المطاعم التركية بالظبط. الناس طبعا بتوع الدايت ملهمش دعوة بالكلام ده خالص، ان هتلاقوا نفسكم بتاكلوا معلقة ورا التانية وهتخلصوا العلبة كلها وانتم مش حاسين. حقيقي طعمه حلو جدا، ادمان بجد. الميكس كله على بعضه طعمه رهيب، احلى رز بلبن انا اكلته في حياتي ومفيش حد داقه اختلف عليه. بالمناسبة احنا ينفع برضه نعمل الرز بلبن العادي بتاعنا وندخله الفرن بنفس الطريقة وهيطلع برضه طعمه حلو بنفس المكونات اللي احنا عملناها الفيديو اللي فات، مش هيبقى فيه فرق كبير، بس انا عايزاكم تجربوه برضه بالطريقة دي. ملحوظة كمان مهمة، احنا قلنا الفيديو اللي فات ان احنا عملنا نص كوباية رز على لتر حليب، المرة دي عملنا كوباية لربع لان احنا حطينا مواد سائلة كتير زي الحليب المكثف والكريمة السائلة والحاجات دي، فيطلع قوام الرز كده مظبوط، ما يبقاش سايب زيادة عن اللزوم، يعني ما يبقاش عامل زي المهلبية. فخلي بالكم من فرق بس المقادير. ان شاء الله تجربوه يعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. وباي باي.